الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أي إنسان يصلي ويقطع هذا مسلم مرتكب لكبيرة. قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين. فويل هو وادي في جهنم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني غافلون، مرة يصلي مرة يقطع مرة يترك صلاة العصر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يترك صلاة الظهر وما يصلي العصر، أو يصلي العصر وما يترك يترك المغرب، مثلا يصلي المغرب ويترك العشاء، يصلي مرة يقطع مرة أو يأخر الصلاة إلى غير وقتها، هذا مسلم مرتكب لكبيرة. فعليه أن يرافق ناس صالحين ويدعو الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، والله إذا إنسان كان فقير من شدة الفقر، يمكن يشتغل بالكراج أو يشتغل مثلا يمسح سيارات الناس أو نعال الناس ويتقاضى أجرا، وهو عم يصلي، أقسم بالله العظيم هو أقرب إلى الله من اللي يكون عنده أكبر شركة بالعالم ويكون ما عم يصلي. لو أنت تموت في يعني فرن لصهر الحديد، أنه الإنسان يصهر أعظامه في ثانية واحدة، والله وهو كان عم يصلي أهون من أنه يموت هو في نعيم وما كان عم يصلي، لأنه راح يدخل في نار مؤبدة. فيا نصيحة لوجه الله جل جلاله: حافظوا على صلاتكم، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح العمل وإن فسدت فسد العمل، والله أعلم.